هو خطاب متميز عن غيره، هو خطاب بمناسبة افتتاح البرلمان، والشيء اللي هو في حقه ماشي جديد، اللي هو واحد الورش اللي كانوا كيشتغلوا عليه وزراء اللي من قبل، الحماية الاجتماعية. فيما يخص الحماية الاجتماعية، هذا الورش هذا وصى سيدنا المسؤولين باش يواكبوا هذا المشروع، هذا مشروع ضخم، وكذلك تكلم عليه النقطة الأساسية فيما يخص النمو اقتصادي للبلاد. وجلالة الملك أعطى واحد ان بورسنتاج اللي يمكن يعني مسؤولين على رأس هذا القطاع يواكبوه ويوصلوا هاد البورسنتاج ان شاء الله. وشكرا.